ملف اللاجئين السوريين الذي كان ولا يزال يثير الجدل في لبنان، ملف عاد وبقوة إلى الساحة منذ أيام بعد أن خطفت عصابة معظم أفرادها سوريين مسؤولا محليا في حزب القوات اللبنانية وقتلوه وعثر على جثته في سوريا، لتتعالى بعدها أصوات الرافضين لبقاء اللاجئين السوريين في لبنان. تزامنت هذه التحركات الداخلية مع أخرى خارجية وتحديدا من أوروبا لوقف موجات الهجرة غير الشرعية للاجئين السوريين من لبنان عبر البحر إلى قبرص، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي. ولتحقيق هذا الهدف قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال زيارتها لبيروت قبل نحو أسبوعين ومعها الرئيس القبرصي، قدمت مساعدة مالية بقيمة 1 مليار يورو لدعم الاستقرار في لبنان، لكن البعض اعتبرها محاولة من بروكسل لإطالة أمد الوجود السوري في لبنان وحراسة حدود القارة العجوز. هذا التشكيك بالمساعدة الأوروبية دفع مجلس النواب لعقد جلسة مساءلة للحكومة وللخروج بموقف موحد تجاه قضية عودة اللاجئين السوريين. وخلال الجلسة التي عقدت قبل نحو أسبوع قال رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن المساعدات الأوروبية لبلاده غير مشروطة وبأنها استمرار للمساعدات السابقة. أريد أن أؤكد أن هذه المساعدات غير مشروطة بأي شرط مسبق أو لاحق، ولم يتم توقيع أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأنها، بل هي استمرار للمساعدات السابقة. لبل أقول بصراحة، نحن الذين أصرينا أن تكون المساعدات المقدمة للنازحين السوريين لتشجيعهم على العودة إلى بلادهم وليس للبقاء في لبنان، مؤكدين أن القسم الأكبر من سوريا بات آمنا للعودة، كما حذرنا من أن استمرار هذه الأزمة في لبنان سيكون ككرة النار التي لن تنحصر تداعياتها على لبنان، بل ستمتد إلى أوروبا لتتحول إلى أزمة إقليمية ودولية. وسط غياب رقم دقيق، تقدر السلطات اللبنانية عدد اللاجئين السوريين في البلاد بنحو 1.5 مليون، وهذا يعني أن لبنان هو البلد المضيف لأكبر عدد لاجئين في العالم مقارنة بعدد السكان. وبسبب هذه الأرقام يقول الرافضون لتواجدهم إنه يهدد ديموغرافية البلاد على المدى البعيد. وترى الحكومة اللبنانية أنه لا مبرر لبقاء اللاجئين السوريين لديها بعد انتهاء الحرب في سوريا. لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من بيروت وزير المهاجرين اللبناني الدكتور عصام شرف الدين. أهلا بك معالي الوزير. يعني بعد إجماع السياسيين في لبنان على ملف اللاجئين السوريين وضرورة عودتهم إلى بلادهم، هل هناك جدول زمني أو تنسيق دولي في هذا الأمر؟ أول شيء بدي أوضح، هناك إجماع شامل من كل القطاعات اللبنانية، بتشمل طبعا السياسيين والأحزاب والبرلمانيين وكل أعضاء الحكومة. هناك إجماع كامل على ضرورة عودة النازحين إلى سوريا. نعم. نظرا للتداعيات اللي بنعرفها الاقتصادية والتربوية والأمنية والبيئية ولا ما هنالك. نعم. هذا بعد هذا الإجماع، ما هي الجدول؟ هل هناك جدول زمني أو تنسيق دولي لعودتهم؟ هنا السؤال. هناك تجديد لإحياء الملف، ونحن كنا نطالب كوزارة المهاجرين من شباط 2022 تفعيل ورقة التفاهم اللي أنجزناها مع الجانب السوري. للأسف ما كان في قرار سياسي، كان في توافق على ورقة التفاهم، سوريا كانت متجاوبة، كان في خطة مدروسة ومبرمجة لعودة تدريجية والبدء بالتفكيك المخيمات، ما كان في قرار سياسي عند الحكومة اللبنانية، تأجلت. طبعا صار في محاولات، صار في توافد بشهر 10 شهر 11 22، وبلشت وعملنا نجاح، ولكن بعد منها تم سحب الملف منا لوزارة المهاجرين وتسليمها إلى الأمن العام ومن ثم إلى وزارة الخارجية، ونام الملف سنة للأسف.
طيب، ما بعد التوصيات التي استمعنا إليها في مجلس النواب قبل نحو أسبوع، ما هي الآلية القادمة لديكم للتعامل مع هذا الملف؟ لك أهم في الموضوع أنه أول مرة بتوافق البرلمان اللبناني مجلس النواب مع مجلس الوزراء وبيعمل توصيات وبتتكلف لجنة لإحياء الملف ووضع برنامج وتقديم تقارير دورية كل 3 شهور، يعني صار في جدية. ونحن كنا دائماً ننادي كوزارة المهجرين بضرورة التنسيق المباشر مع الدولة السورية المعنية الأساسية بأي خطة بتنحط، وطبعاً بالتنسيق مع المفوضية والأمم المتحدة. نعم، طيب معالي الوزير، قضية حزمة المساعدات الأوروبية ما زالت تثير الجدل والمزيد من النقاش في لبنان حول، وهناك من يعتبرها أنها لإطالة أمد الوجود السوري في لبنان. هل قدمت الحكومة اللبنانية أي تعهدات لأوروبا في هذه الصفقة؟ ما صار في أي قرار، بعد الموضوع قيد البحث. نحن كنا صريحين كوزارة، قدمنا ورقة خطية لدولة الرئيس ولمجلس الوزراء إذا كانت هذه المساعدة الهبة مشروطة بإبقاء النازحين بلبنان فنحن نرفضها، وإذا كانت مشروطة بجعلنا حرس حدود نسكر النوافذ البحرية فهي مرفوضة، كان قرارنا واضح. وعلى ضوء ذلك طلع دولة الرئيس بالبرلمان وحكي اللي حكي إنه ما في شروط وبعدنا عم نتفاوض. طيب معالي الوزير، دعوت سابقا لترحيل اللاجئين السوريين في البحر وهو ما أثار موجة استنكار خاصة من بعض المنظمات الإنسانية، لكن في المقابل أيضا رأينا في أكثر من مناسبة السلطات اللبنانية والجيش تحديدا يمنع خروج قوارب اللجوء. هل الحكومة اللبنانية اليوم عالقة إن جاز التعبير بين ضغوط المعيشة الداخلية وبين الضغوط الدولية؟ لبنان هو عضو في الأمم المتحدة، بالأمم المتحدة نحن نعرف بالجمعية العمومية في 194 دولة، وهذا الجمعية هذه انبثق عنها مجلس حقوق الإنسان واللي فيه عدده 47 دولة. نحن بالنسبة لنا لما اعترضنا على الطوارئ على الزوارق المطاطية اللي بتشكل خطر على النازحين اللي عم بيروحوا، وهودي الناس بدهم حماية وبدهم رعاية وبدهم انتباه من وجهة إنسانية. نحن طلبنا كحل نابع من مرسوم 2003 بين المفوضية السامية وبين الدولة اللبنانية إنه كل نازح غير شرعي، كل من دخل بالفترة الأخيرة خلصوا بطريقة غير شرعية، وكل لاجئ سياسي ويجب على المفوضية ترحيلهم إلى دولة ثالثة. بالوقت اللي فيه مئات ألوف الطلبات باليونتسيار عم ياخذوا شيء بسيط أقل من 10,000، بينما نحن عم نطرح يكون في ترحيل عبر سفن شرعية آمنة تحمل مواصفات الأمن البحري وتتشرع، ونطلب من الأمم المتحدة تتبنى هذا القرار، والدول اللي هي ضمن الجمعية العمومية 194 دولة أو اللي هني ضمن مجلس حقوق الإنسان اللي هني 47 دولة يبدأوا باستقبال هودي النازحين بشكل شرعي، ما تكون محصورة بوطة وقبرص يعني. طيب معالي الوزير، أيضا اعتبرت سابقا أن دعوات رفض عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم من قبل الاتحاد الأوروبي أو منظمات إنسانية هي حصار للبنان وسوريا، برأيك يعني ما هي مصلحة تلك الجهات في إبقاء اللاجئين في لبنان؟ أوكي، هن صوتوا كاتحاد أوروبي وطبعا بإملاءات أمريكية لأنه المايسترو هي أمريكا على إبقائهم بلبنان، وكأنهم اعتبروا حالهم أوصياء علينا، وبنفس الوقت عم بيمارسوا حصار اقتصادي على لبنان وعلى سوريا بقانون الحصار، وفرضين نفوذهم بشمال سوريا، وعم بيستثمروا أو عم ينهبوا ثروات سوريا من البترول، وضعين إيدهم على الحبوب وسهول الحبوب وإهراءات الحبوب، وبالتالي المطلوب هو إفقار شعب سوريا وشعب لبنان وليس حل مشكلة النازحين. النازحين مساكين عم يتم استغلالهم واستثمارهم لمآرب سياسية.
طيب برأيك كيف تعاطى سوريا أو السلطات السورية مع قضية إعادة اللاجئين؟ استمعنا في أكثر من منبر الحديث عن إعادة الإعمار قبل عودة اللاجئين السوريين. برأيك هل هناك تجاوب في هذا المجال من قبل السلطات السورية في عودة اللاجئين من لبنان؟ نحن بحسب البرنامج اللي عملناه اللي هو 15,000 كل شهر وبلشنا فيه بال 2020 بشباط لحد اليوم في 2004 شهور مع اول فوج 180,000 كان صار راجع 500,000، وهذا كلام وزير الاداره المحليه وزير الداخليه وكل القياده السوريه. نحن ما التزمنا كدوله لبنانيه للتلكؤ كان من عنا. اما مشاريع الخطط اللي بيعملوها الاخرين، نعمل كامب على الحدود ونحط فيه مليون شخص ومليونين شخص، شو ما كانت الخطة لازم يروحوا ينسقوا مع الدولة السورية. يعني الحكي سهل، التنفيذ هو المطلوب. نحن عم نقول نمشي خطة وزارة المهجرين اللي بتنسجم مع وضع الاقتصادي السوري المستجد نتيجة الحصار. سوريا متجاوبة، الأمن الوطني متجاوب، بلشنا بالقوافل، في لوائح عم نقدمها بشكل دوري للأمن العام اللبناني وهن عم يقدموها للأمن الوطني حتى نضمن اللي رايح يكون تفيش اسمه ما يتوقف على الحدود إذا كان في عليه دعوة قضائية أو مدنية أو جزائية. نعم سوريا متجاوبة بهذا الإطار. نعم. طيب سأتوقف معك معالي الوزير فقط عند هذا الخبر ونعود للتعليق عليه إذا سمحت لي. هذا واستدعى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله أبو حبيب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فراينز على خلفية انتقادات أممية بشأن التعاطي مع اللجوء السوري في لبنان الذي يعد أزمة. وكان فراينز قد وجه كتابا إلى وزارة الداخلية والبلديات انتقد فيه عمليات الإجلاء القسرية المفروضة على اللاجئين السوريين والتدابير الإدارية التي تؤثر على إقامتهم في كل أنحاء البلاد. وأبلغ أبو حبيب فراينز بسبع نقاط يجب التقيد بها وعدم تجاوز حدود الاختصاص، وإلا فإن وزارة الخارجية ستضطر إلى إعادة النظر في تعاملها مع المفوضية أسوة بما اتخذته دول أخرى من إجراءات في حق المفوضية لدى قيامها بتجاوزات مماثلة وفقا للخارجية اللبنانية. معالي الوزير أعود إليك يعني لنستمع أيضا تعليقك على ما جاء قبل قليل في هذا الخبر. طبعا هو وزير خارجية محق جدا لأنه هذا التعدي سافر على السيادة اللبنانية، ونحن إذا كنا عم ننظم وجود النازحين، أنت بتعرف الوجود السوري ثلاث فئات، في عندك العامل الحرفي صاحب المؤسسات أو دي ضروري تشريع من خلال وزارة العمل بإجازة عمل، ووزارة الداخلية من خلال الأمن العام بإقامة، ونحن عم نسعى لتشريعهم. ما له حق لا المفوضية ولا غير المفوضية يتدخلوا بشؤوننا الداخلية بموضوع النازحين غير شرعيين. النازحين الاقتصاديين مننسق معهم كليا. نحن طلبنا بإقامة لجنة ثلاثية لبنانية سورية مع المفوضية، هم اللي رفضوا. سوريا وافقت، لبنان وافق، وطالب بها شيء مؤتمر بروكسل سنة الماضية، هم كانوا الرافضين لأي حل من هاي الحلول الأساسية. يعني تحدثت على أن اللاجئين السوريين في لبنان من ثلاث فئات، وعندما نتحدث عن تنظيم الوجود السوري في لبنان بعيدا عن قضية اللجوء، هناك بالفعل آلاف السوريين يعملون في لبنان لكن دون أوراق ثبوتية أو إقامات، وذكرت سابقا معالي الوزير ضرورة تنظيم هذا الأمر. هل هناك أي خطوات جدية بالفعل لتنظيم هذا الأمر؟ من يعمل في لبنان بدون أوراق ثبوتية؟ الخطوات اللي قامت فيها وزارة الداخلية والأمن العام هي خطوات جدية بأنه تنظم وجود 400,000 لبنان بحاجة لهم. السوري منتج، السوري بيشتغل وعنده كفاءة عالية، السوري بيضحي بيشتغل 90% من وقته، بدنا إياهم، بس بدنا تشريع لهم، وإذا حقنا حق أي دولة فيها العدد الكم الهائل من اللاجئين والنازحين. شكرا لك من بيروت وزير المهاجرين اللبناني الدكتور عصام شرف الدين على جميع هذه القراءات.